طبيبة مقيمة بجناح طب الأعصاب بمستشفى الجامعي حسن الثاني بفاس. المشكل اللي وقع هو سيتي ان فوندري دونك نهار الجمعة لو 19، دونك كانت تقدمات واحد السيدة جات عندنا السيرفيس مع مرافقة لشخص من العائلة ديالها باش بور اون كونسلطاسيون كونسلطاسيون فرويد. دونك جات للسيرفيس بقات كتغوت على اساس انها انتظرات بزاف، الحاجه اللي ما كانش حيت السيده كانت جات في الوقت. كانت عندنا تقريبا اللي انتظرت 5 دقائق وانا شرحت لها بطريقه مزيانه انه عندنا ناس اللي هما ناعسين عندنا في السيرفيس، دونك هما اي سون بريوريتي، هما عندنا اليوم الاولويه اننا نشوفوهم وبار لا سويت غنساليو مع الناس اللي ناعسين، نجيو عندك ونشوفوا هذا نقدر لكم المسائل. هي هاد الحاجه ما هاد الهضره ما عجبتهاش وما تقبلتهاش، اي دونك اون فوا انا خليتها ومشيت رجعت للخدمه ديالي كنلقاها جات تسجمات عليا شدتني من شعري حتى نجات بواحد لا مانيير شويه صعيبه خايبه، دونك حتى جا ليكيب كامله ديال السيرفيس اللي هما اللي شدوها وحاولوا انهم يفرقونا. دونك تمت المتابعه ديالها بار لا سويت طريقه زعما في طريقه قانونيه، اي جات هذا النهار باش تقدم الاعتذار ديالها والاعتذار ديالها كان مقبول. دونك فوالا.